معبي الأندلسية، والناس كيقولوا بان كاين تاخير، وفي الحقيقه ما كانش خير، كانوا الناس ما كيدفعوش، ما كانش عندهم دفعات. دابا الحمد لله وصلنا لواحد المرحله، الناس بداو كياخذوا لواحد لا ترونش ان، راه الناس استلموا الشقق ديالهم، وحنا دابا لا ترونش 3 الناس كياخذوا الشقق ديالهم. كاع الناس اللي هنايا راه ان شاء الله ما بقى لهم والو غياخذوها. وكنشوفوا هاد المشاكل المنخرطين وحدين اخرين نايضين ضد المكتب، حنا كنستنكروا هاد المشاكل وهاد الوقفه اللي داروا دوك الناس، وحنا مع المكتب وكنجدوا الثقه تاعنا في المكتب. حتى المشروع كيف كتشوفوا هو تبنى، والناس الحمد لله الشقق واجدين لعباد الله. بقات لينا واحد شويه، قال السيد 30%، انا كنقول 20% تاع باش المشروع يكمل، وان شاء الله الناس كلهم غادي يستافدوا. شرحي لنا الموقع الهام اللي هنايا، وشرحي لنا المنطقه هنايا. عندنا منطقه سياحيه وجات ما بين المحمديه وطرح صعب وزنيقه، وكاين ما كاينش المشروع ديالنا، راه كاين مشاريع كثيره، والحمد لله حنا المشروع ديالنا كنعتبروا انه مشروع ناجح. هذا اللي كان. شكرا. الشيء اللي وقع في الاحداث ديال المشروع ديال بير الاندلسيه، الناس جاو ناس وحدين اخرين من بروجي اخر. اندلسيه بيتش لا علاقه لهم بهذا المشروع ديالنا. وجاو هما يديروا وقفه، الا لاحظتوا بان دوك لافيتات اللي كانت مديوله على اندلسيه بيتش ماشي بير الاندلسيه. دونك انا من الساكنين اللي خديت سوارت، دابا ساكن دابا شي شهر وانا ساكن. اش غديروا معاهم؟ واش غنقول لك؟ حنا راه كندوا بهذا الشيء كامل، دونك المكتب المسير هو اللي عارف اش غيدير معاهم. دونك حنا كنستنكرو يعني ما بيني وبينكم، يعني بحال البروجي جا وشوشونا على البروجي ديالنا، وحنا في لافاز فينال، يعني في لافاز ان شاء الله داروا معنا في شهر 6 غيسلموا الاخوان كاملين. انا بالدور ديالي راه خديت البارطمان ديالي، دونك ساكن مع وليداتي ما عنديش مشكل. كندخل وقت ما بغيت، كنخرج وقت ما بغيت، كاين الامان، كاين كل شيء. دونك هاد الناس الا كانوا كيقلبوا على شي حاجه، يعني شي حاجه اللي باغي نوصلوا ليها وما وصلوش ليها، حنا راه غينا عنهم. يعني ما كن الصحافه شنو هي هذه الامور مثلا؟ دابا كاين شي حاجه اللي كيدخلوا، دابا هما بغاو يشدوا السنديك بهذه القضيه هذه، بغاو يشدوا السنديك، بغاو يوصلوا شي حوايج، باغيني فهمتي، باغيني بزاف ديال الحوايج. انا ما نعرفش شنو داخل في الدماغ ديالهم، ولكن عندهم شي اهداف سياسيه وبغاو يسيسوا. حنا كنجدوا الثقه الكامله في المكتب المسير، وحنا درناه مساندوناه سنتين ان شاء الله هو اللي غيشدنا للسنديك ان شاء الله. وشكرا. بير الاندلسيه من 2015 ولولا بعض العراقيل اللي هي الاهم ديالها هو بعض المنخرطين اللي تعطلوا في المساهمه ديالها، يعني السويله كانت شبه منعدمه عند المكتب باش تعطل المشروع، وجات عاود هذا الوباء. ورغم ذلك المكتب تحمل هذه الصعوبات هذه بالمسانده ديال الناس المنخرطين، الا تنتفاجئوا بواحد المجموعه قليله خرجات، واحد الخروج ضد المكتب وضد هذا المصلحه خاصه اللي غارضين في نفس يعقوب. الله اعلم، انا شخصيا ما تنعرفهمش حتى في وجههم، وناضوا تيديروا هذه الحمله هذه ضد المكتب. وانا اولا اول مثال، انا اليوم تحوجت بالمفتاح ديال الشقه ديالي وسميتو عليهم وتنضامنوا مع هذا المكتب هذا وباش المشروع يخرج للوجود. وواحد السؤال اللي طرحتي على الصديق ديالي، علاش بعض المنخرطين اتصلتي بهم وتحفظوا ما بغاوش يجاوبوا؟ راه الاغلبيه ديال المنخرطين ما بغاوش ذاك التفريقه ما بين المنخرطين، بغاو يبقاو مزيان مع كل شيء. واش فهمتيني؟ بغاو يبقاو مزيان مع كل شيء، لانهم راهم ساكنين ماشي على برا، راك سولتيهم دقيتي عليهم باش خرجوا من الدار. يعني الهدف ديالنا كاملين هو نقبطوا المفتاح ديال الشقه ديالنا. انا قبطت المفتاح ديالي، وان شاء الله بحول الله الشطر 3 شهر 6 كل شيء غادي قبط المفتاح ديالو، وغادي عاوتاني الشطر الثاني. ولكن ذاك الناس عندهم غرض واحد اخر، كاين اللي تيقلب على الكرسي، كاين اللي تيقلب على المرقه الفليسات، وكاين اللي تيقلب على الفوديتاريا باغي يولي مشهور. كتشوف عندهم مؤهل انهم يشدوا؟ انا نقول لك واحد القضيه، حنا كاملين حنا هاد المنخرطين شي ما تيعرفش، تنتعرفوا في الواتساب. انا اليوم عاد تاح لي الشرف باش تعرف على هاد الناس الاجلاء هادو كلهم الله يعمرها سلعه، تعرفت عليهم ومازال ان شاء الله نسكن ونتعرف على منخرطين كاملين. ولكن ما يمكنليش نعطي انا الثقه ديالي في واحد الانسان ما تنعرفوش باش يمثلني في السانديك. وكنا اتفقنا باش المكتب يمشي المشروع من بعد الانتهاء ديالو بسنتين على ما نتعرفوا بعضياتنا، وداك الساعه نديروا المكتب ديالنا حنا ديال السانديك اللي غادي يمشي المشروع كله. ما حاولتوش يعني تضيقوا الفجوه كما كيقولوا وتلاقوا بهاد الناس هادو اللي باقي؟ هاد الناس تسنت، هاد الناس مشاو عندهم منخرطين وتيتهربوا، مشى عندهم المكتب وقالوا للمكتب اجتماع تيتهربوا. واش فهمتيني؟ ما تيبغيوش
حنا هاد الناس راه ما تيمثلنا حتى شي واحد، لا جمعيه ولا حتى شي حاجه. حنا المكتب ديال الوداديه هو اللي تيمثل المشروع، راه يتما تنتهي الاشغال ديال المشروع وكل واحد يتحاوز بالمفتاح ديالو. وداك الساعات غادي نشوفوا حنا غنختاروا الناس اللي هما اهل وعندهم مستوى باش يمشيو المشروع ديالنا. شكرا. ما عندنا جمعيه، حنا كاينه الوداديه اللي كيشرف عليها 4 الاعضاء هما اللي كيشرفوا على المشروع، باقي اللي حتى الساعه ما كاينه لا جمعيه لا حتى حاجه. وبالنسبه جميع المنخرطين يعني هو عاطين الصلاحيه للمكتب المسير هو اللي كيشرف على المشروع ولمده سنتين. يعني الاغلبيه المنخرطين سواء داخل المغرب او خارج باغي اعضاء المكتب هما اللي يشرفوا على المشروع نظرا للثقه ديالهم ويعني وتسيير ديال المشروع. وكنظن انا من بين المشاريع اللي كاينه في هنا في المنصوريه من بين المشاريع اللي ناجحه اعتبرنا، لان كما قلت لكم انا الشطر الاول يعني استافدت 216 واحد، في الشطر 3 راه كاينه مجموعه ديال المنخرطين اللي استافدوا وعاطينا يعني في شهر 6 غادي كلشي الشطر 3 كلشي غادي يستافد. يعني هذه الوقفه التضامنيه هي رساله موجهه بالضبط لمن؟ شنو الجهات المعنيه بها بالاساس؟ هو انا غادي نقول لكم، اولا هذه الرساله موجهه لبعض الناس اللي عندهم صلاحيه، عندهم يعني اغراض اللي ما عرفناش اشنو بغاو. يعني كنشوفوهم بغاو يستافدوا، كاينين الناس اللي كانوا في الاسبوع اللي فاتت راه كانوا واقفين وهما اصلا مستافدين. فهمتيني؟ وهادشي اللي غادي نقول لكم، ما عرفتش كنظن انا سي خالد. واخا واحد السؤال، اليوم حنا ملي جينا كنديروا واحد الجوله في هذا المشروع هذا من خلال الجوله ديالنا، يعني بعض المنخرطين اللي تحفظوا ما بغاوش يتكلموا لنا، هما حاضرين الان دابا وكيشوفونا ما عرفناش علاش ما بغاوش يتكلموا، تقدروا توضحوا لنا علاش؟ كاين ما غاديش نقدر نقول لك انا، المهم انا شخصيا انا ما تحرجت من حتى حاجه، لان علاش؟ لان كنشوف الناس ديال الشطر 3 مستافدين ومرتاحين، والا شفتوا كان واحد الاجتماع اللي هنا هما ديال الناس ديال الشطر 2 اللي باش تعرف بان المكتب باش تعرف المكتب تايقين فيه، الناس ديال الشطر 2 باغيين يعطيو للمكتب باش هو اللي يصلح لهم الشطر كامل. يعني جميع المنخرطين باغيين يعطيو للمكتب يصلح ليه. هذا دليل على ان المكتب يعني ثقة وفي المعقول. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تزكية الاخوان اللي قالوا ما نقدرش نزيد اكثر منهم. انا حاجة واحدة اللي عندي اللي دير ثقة في هذا المكتب هذا، لان انا منخرط من 2013 ونتبع مع الاشغال من 2013 حتى دابا، كانوا ثغرات كبيرة وكانوا متعثرات، والسبب معروف عن الجميع بان وقعوا اختلاسات من طرف النوطير، لان كان دايرهم حتى مليون ديال الدرهم. وغما داك الشيء المكتب باش تعرف النوايا ديالو صادقه، كون ما كانش عندنا نوايا صادقه ما يبقاش مكتم على الامر ديالو حتى سلك الامور ديالو وخلص الارض وبدا يبني في المشروع. انا السؤال اللي تنوضعو دابا، علاش هاد الناس ناضوا في هاد الوقيته بالذات اللي المشروع ان شاء الله بقى فيه واحد 30 ولا 40% كامل، وناض هاد الشوشار وهاد الصداع هذا كله. حنا من هذا المنبر هذا تناكدوا الثقه ديالنا في المكتب، لان نهار الاول عطينا فلوسنا ودايرين فيه الثقه، والحمد لله المساله غدا بخير وعلى خير. غير خاص تكون تضافر بين المنخرطين، وما تكونش مصلحه الخاصه تكون مصلحه العامه، لان ما يمكنناش كل واحد يهضر على راسه. حنا تنشوفوا الاولويات ديال المشروع هو يكملوا كاع الاشطر كلهم الثاني والثالث، وديك الساعه غادي يبدا التسجيل والتحفيظ ان شاء الله. هادشي اللي كاين. شكرا.